ابن القاسم، تنطلق إلى هذا الفتح من شيراز وتزود فيها بقوتين، قوة برية من 20,000 مقاتل، وقوة بحرية تحمل جند الأسطول، وكل هذا لا يهديك غاية نصرك إلا العزيمة التي أراها بي. ما زالت نتهة تلك المرأة وصرختها تلوب في سمعي، فإن كان هذا ثأرا لها ولمن كان معها، فما كانت ندهتها إلا تنبيها لنا لما بدنا نلاقيه من ملك السند. فلا تقف يا محمد إلا على جثمان ذلك الملك بعد فتح دياره.